طيب سيد لاشين واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي ومن اساطير لعبه التنس الطاوله، الحقيقه موجود معانا على التليفون. كابتن سيد ازاي حضرتك والف مبروك. الله يبارك في حضرتك كابتن اسلام. الحمد لله والله فضل ونعمه، الحمد لله رب يعني العالمين. طبعا بطوله جديده بتضاف لبطولات النادي الاهلي اللي دائما مليء بالبطولات. الحقيقه سعداء جدا وفخورين جدا بوجود مجموعه محترمه وقدرت ان هي تجيب هذه البطوله من الاردن. والله الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد يبقى جزء من الكيان الكبير النادي الاهلي وجزء من فريق تنس الطاوله في النادي الاهلي، والحمد لله يعني الفريق يشرف ونتائج كويسه دايما في كل المحافل اللي احنا بنلعب فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم اللي احنا بناخده من النادي والمجلس الاداره والنشاط الرياضي والمدربين يعني الحمد لله رب العالمين. ده نتيجه طبيعيه شويه بفضل الله يعني للمجهود المبذول من كل واحد في مكانه. يعني في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها وجائحه كورونا، يعني قدرتوا ان انتوا تتخطوا كل هذه الامور ويعني وصلتوا ان انتوا تاخدوا هذه البطوله. التمرين كان ازاي يا كابتن؟ الامور كانت ماشيه ازاي؟ الاجراءات الاحترازيه، كل هذه الامور، وفي ظل كل هذه الامور حضراتكم طبعا كابطال بتاخدوا هذه البطوله الهامه جدا. هو يعني بالنسبه لموضوع كورونا وزي ما انت شايف يا كابتن اسلام تقريبا يعني احنا مشينا بالبركه في مصر يعني، فبنتمرن عادي الحمد لله والدنيا ماشيه يعني بفضل الله الحمد لله، واخدين اجراءات احترازيه خفيفه يعني. ايوه هنا احنا الموضوع مركزين فيه شويه، مش يعني فكينا شويه بعد البطوله، انما مثلا في البطوله كلها من الاوتيل للصاله من الصاله للاوتيل ما بنتعاملش مع حد خالص. ايوه يا كابتن. والحمد لله رب العالمين يعني عملنا المسحه بتاعت السفر والحمد لله كلنا سلبي. بس كان عندنا مشكله ثانيه بقى غير الكورونا، يعني ان هنا الاردن مرتفع شويه عن سطح البحر. ودي مشكله احنا لان احنا الكره بتاعتنا 2 جرام ونص، فالموضوع خفيف. الكره خفيفه فالجو عندنا في مصر طبيعي. فبنتمرن بطريقه معينه ويعني اللعب العادي بالنسبه لنا. ايوه هنا في الاردن الكره بتطير شويه. تمام؟ فدي حاجه فنيه زياده يعني. وتخلي الواحد والله يا كابتن اسلام والله تخلي الواحد لو بيلعب الكره بمجهود 100% بيلعبها بمجهود ذهني 500%. ياه. عشان يقدر، لان الكره في العادي مثلا لو احنا 2 لعيبه بنلعب في مصر او بنلعب في دوله عاديه. ايوه. الكره ممكن لما بتيجي تطلع بره الطاوله ممكن تطلع بعد الطاوله بسنتي ب 5 سنتي ب 10 سنتي لما يكون الواحد غلط. ايوه. هنا ممكن تطلع بمتر. ياه. فانت تخيل ان انت بتعمل يعني تركيز وبتبذل مجهود ذهني وان انت توصل عشان تلحق. الكره بتمشي بسرعه وبتمشي بعيد، فانت لازم تكون اسرع وتلحق وتحاول تحط الكوره على الطاوله قبل ما تحاول تكسبها. لكن يا كابتن اعتقد يعني ان في وفقنا ان احنا نكسب البطوله دي بفضل الله. الحمد لله. لكن في بعض المباريات حضراتكم كنتوا متاخرين، وبعد كده اعتقد ده بقى بسبب اللي كنتوا بتقولوا ده، ان الاجواء مش هي لغايه لما خدتوا على الاجواء ابتديتوا بقى ترجعوا تكسبوا المباراه كمان شويه. هي دي بيبقى في جزء منها شويه. اولا الضغط اللي بيبقى على اللعيب بيلعب باسم النادي الاهلي ضغط مش طبيعي طبعا، ويمكن يعني بالنسبه لي انا كمان بقى يعني بما اني الحمد لله يعني بقى 20 سنه في النادي. ايوه. تمام؟ فالضغط عليا زياده لان اكبر واحد في الفرقه. والماتش بتاعي كان فيصلي. اصعب ماتش لينا. تمام؟ لان ماتش عمر وروبرتو جاردوش الموضوع مش مضمون 100% لعمر. تمام؟ عمر لعب ماتش حلو وهايل وجميل وكان ماتش صعب، فما حدش كان يقدر يقول ان عمر هيكسب الماتش يعني بسهوله. فانا الماتش بتاعي ده يدينا فرصتين بعديهم انه عمر يكسب جاردوش، ولا قدر الله لو عمر ما عرفش يكسبه هيبقى الباري هيلعب في الماتش الخامس ومفروض انه يعني ان شاء الله يكسب. فهيبقى عندنا فرصتين، فالماتش بتاعي ده يحط عمر تحت ضغط. تمام؟ او يشيل الضغط من عليه اللي هو كان فيه يعني. صح بالظبط.
فالحمد لله رب العالمين. يعني كان الماتش كان الضغط كان عليا شويه زياده، بس الحمد لله يعني توفيق من ربنا سبحانه وتعالى يعني، ودعوات الاهلاويه كلهم الحمد لله وصلت لنا في الماتش ده. الناس كلها سعيده بوجودكم وسعيده بالبطولات اللي حضراتكم بتحققوها، وزي ما حضرتك عارف ان كل جمهور النادي الاهلي اي بطوله في اي حته دايما بيبقى عارف ودايما بينتظر دايما البطوله ودايما بيلعب على المركز الاول. فالف الف مبروك يا كابتن سيد، ان شاء الله ترجعوا بالسلامه، وبنشكرك جدا جدا وبارك لكل البعثه، ولهم ان جمهور الاهلي النادي الاهلي مقدر جدا مجهود اللي انتم عملتوه خلال هذه الفتره. ربنا يبارك فيك يا كابتن اسلام، ويبارك في كل جمهور الاهلي، ودي يعني اقل حاجه احنا نحاول نديها للجماهير اللي هي ما بتاخدش حاجه غير الفرحه والسعاده بتاعت البطوله نفسها. لما اهلاوي يكسب بطوله يعني فرحته، غير احنا كلعيبه بنكسب بطوله، احنا ممكن ناخد فلوس، ناخد اسم، ناخد شهره، ناخد حاجات كتير، انما الجمهور ما بياخدش حاجه غير الفرحه والسعاده لما يشوف النادي اللي هو بيحبه في المركز رقم واحد في اي بطوله بيلعبها، وده المكان الطبيعي لبيتنا الكبير. كلام رائع جدا من نجم كبير. انا بشكرك جدا يا كابتن سيد على وجودك معانا، الف الف مبروك وبارك لكل بقيه البعثه اللي موجوده مع حضرتك. شكرا جزيلا نجم الكبير كابتن سيد لاشين، نجم تنس الطاوله، وطبعا بطوله جديده في تنس الطاوله بتضاف الى البطولات الموجوده في دولاب النادي الاهلي.